جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين، سوداني مقيم في الطائف، يقول: أنا سوداني مقيم في المملكة، أرسلت مبلغا من المال لأحد أقاربي بغرض التجارة على أساس أن يكون الربح بيننا بالمناصفة، وقد قام هذا القريب بشراء قطعة أرض سكنية ومجموعة من الغنم لم تبلغ النصاب من صافي الأرباح الخاصة دون نصيبه هو، فإذا دار الحول على هذا المبلغ الذي أرسلته كيف أزكيه؟ هل أزكيه بقدر القيمة التي أرسلتها أم أضيف إليها الأرباح؟ وإذا أضفت الأرباح هل أضيف إليها أرباحي الخاصة، أي مع جملة الأرباح، حيث أني لا أعلم ماذا عمل هو بنصيبه؟ وهل خراج الزكاة يكون في السودان أم في المملكة حيث محل إقامتي؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الزكاة تخرج البلد الذي فيه المال، فإذا كان المال في السودان فإنك تخرج الزكاة في السودان، وإن كان المال في المملكة فإنك تخرج الزكاة في المملكة، وهذا هو الأصل. ولو نقلت الزكاة من مكان المال إلى مكان آخر للحاجة، لكون ذلك المكان المنقول إليه أشد بحاجة، فلا بأس. أما عن قضية الربح ورأس المال، فإن الربح تبع لرأس المال، يزكى مع رأس المال، وحوله يبنى على حول رأس المال، الربح تابع لرأس المال، فأنت تزكي رأس مالك وتزكي معه الربح الذي حصلت إليه من نصيبك من المضاربة. نعم.